بدينا المرة الماضية بتعريف الريمان ستيجز انتجرال. وكان على النحو التالي. احنا الريمان انتجرال العادي كنا نكامل بالنسبة لإكس. هلأ نكامل بالنسبة لألفا أوف إكس. الاختلاف بسيط، يعني هو بضل السنس العام هو واحد. في عنا فانكشن، بغض النظر إيش هو هذا الفانكشن، بهذا الشكل يعني يكون هاي عندي الفترة A، وإحنا فقط بنقول إنه بدنا الفترة A و B، الفترة المغلقة A و B، يعني الفانكشن يكون عندي معرف على الفترة المغلقة A B. تمام. في عندي ألفا increasing on A B، وكان في عندي partition P، هذه هي عبارة عن partition. البارتيشن هي عبارة عن مجموعة x0 x1 n، بحيث انه x0 هي ال a، يعني هاي هي ال x0 هون، بعدها x1 x2 لحد ال xn. هلا هاي اللي كنا ناخدها احنا بالكالكولاس كنا ناخدها متساويات، وهون مش بالضرورة يكونوا متساويات بغض النظر ايش ما كان. تمام. هلا لهاي البارتيشن، لهذا الاف ولهاي البارتيشن، نعرف اشي بنسميه يو بي اف وبي، يمكن اف نكتبها قبل اف وبي، وهاي سميناها الابر سام، سميناه الأبر سم لإف بالنسبة للبارتيشن بي، وهو عبارة عن إيش؟ سميشن على البارتيشن اللي عندي إياها من كي بتساوي واحد لحد الإن في أم كابيتال كي بدلتا ألفا كي. وقلنا عن دلتا ألفا كي هي عبارة عن دلتا ألفا كي، كانت عبارة عن ألفا of xk minus ألفا of xk minus 1. طبعا في هذه اللحظة احنا مفترضين انه ألفا increasing في هذا المقدار للنيجاتيف، بس بعدين ممكن يكون انه حي الله شيء. يعني هلأ بضل عندي ايش هي الMK، ايش هي الMK، نجي نعمل التجزئة اللي عندي اياها. احنا اتعملت هاي الx0، هاي الx1، هاي الx2، زي ما بنقول انه هدول مش بالضرورة يكونوا متساويات الابعاد. نجي هاي x1 x2 x3 و x4 اللي هي ال b، وال x0 هي ال a. طبعا احنا فكرة التكامل، متى فكرة التكامل؟ مش لما تكون 4 اللي هي تجزئة 4 ولا 5 ولا 10، لما تكون التجزئة كل ما صغرنا طول الفترات كل ما كانت الدقة أكثر. فبالتالي إحنا عادة يعني عارفين هذا الكلام، إنه بناخد العدد الفترات الجزئية approaches infinity لنقدر نحسب التكامل. فالمهم إنه MK هاي من ناحية نظرية، نجي على الفترة الأولى بناخد أعلى قيمة السوبريمم. هلأ هون عشان الفانكشن احنا رسمينه كونتينيوس، فالسوبريمم اكيد بتحقق الماكسيمم، يعني بتفرقش، بس مش بالضروره دائما يكون السوبريمم هو اكزيست. هلا نيجي للفتره الثانيه بناخذ اعلى قيمه السوبريمم على الفتره الثالثه، وبنحط هذه الارقام نحسب اليو بالاف، بنغير البي نعمل بي ثانيه بي ثالثه، كل البيز الممكنه، كل واحد حيطلع رقم. يعني اذا اخترت انت هاي الفتره، لو كانت الفتره 1 و3 ممكن واحد يقول أنا بدي أخذ هذه واحد وثلاثة على اثنين وثلاثة، هاي فترة جزئية بي يعني البارتيشن. واحد قال لا أنا بدي أخذ واحد ثلاثة على اثنين اثنين وثلاثة، أوكي تنتين، يعني هاي لو رجينا حسبنا هذا الرقم قسمنا هذا التقسيم بطلع رقم، هاي كمان بطلع رقم،
بدنا نروح نجمع كل البارتيشنز، كل البارتيشنز ايش بتعطي، ونقول اليو هي عبارة عن هاي، عبارة عن ايش عرفناها، set of all upper sums، هاي set of all upper sums. يعني انت بتروح بتشوف الواحد والواحد ونص وثلاثة، بتحسب اليو اف و بي، بتروح بتحسب للواحد ثلاثة واثنين واثنين وثلاثة كمان بتطلع رقم، بتجمع كل هاي الارقام في مجموعة بنسميها اليو. عرفنا الابر انتجرال اللي هو قلنا عنه من A الى B، والاشارة فوق هاي هي عبارة عن لاف بالنسبة لهذه الالفا، هو عبارة عن السوبريمم ليو لكل البارتيشنز. هذا بيطلع رقم، ممكن يكون 10 ممكن يكون 20، بس المهم انه راح يكون هذا عبارة عن رقم ثابت. هذا الجزء الاول من التعريف. الجزء الثاني من التعريف كان الجزء الاخر منه كانت اللور سم. ايش هو اللور سم؟ الجزء الثاني كان بشكل التالي، كنا نعرف ال اف بي اللي هو اللور سم بالنسبه للاف بالنسبه لهي البارتيشن، كان نفس الشيء، هو عباره عن سميشن من كي بتساوي 1 ل ان للسمول ام كي دلتا الفا كي، والام كي كانت ايش هي؟ عباره عن الانفيمم على كل كومبوننت انترفال. ام كي هي عباره عن الانفيمم ل اف اوف اكس على الاكس موجود ب الاكس كي ماينس 1 والاكس كي. إذا غيرنا، إذا أخذنا البي هاي راح يطلع هذا الجواب، إذا غيرنا بي تاني راح يطلع جواب مختلف آخر. راح نجمع كل الأرقام اللي بتنتج هاي في L بهذا الشكل. هاي ال L عبارة عن the set of all lower sums. هذا ال L احنا مفترضين ان الفانكشن اللي متعاملين معاه هو bounded، فهو بما انه bounded معناته اكيد هذه راح تكون bounded وهي راح تكون bounded، مش راح تتجاوز يعني هاي، فبالتالي bounded هاي bounded above وهذه bounded below يعني عشان الدقة. فبما انها هاي bounded above بقدر احكي، بما انها bounded below بقدر احكي عن الانفيمم لإلها. الانفيمم لإلها هي عبارة عن lower integral، تكامل من A إلى B، ونحط الإشارة هاي اللي تحت عبارة عن الانفيمم لإل لكل البارتيشنز لF D ألفا. هلأ هاي ستار ودبل ستار، إذا كانت في ستار ودبل ستار متساويين بحكي إنه الفانكشن هاد انتيجرابل، والانتيجرال لإله integrable with respect يعني موجود بالR alpha قلنا عنه الـ AB، وقيمة الـ integral إذا كانت star بتساوي double star معناته بنقول إنه integrable والتكامل لـ AB بغض النظر لـ فوق ولا تحت بما إنهم متساويات لـ F D alpha هاي بتساوي واحدة منهم، إما الـ star or star أو double star هم متساويات. هذا هو تعريف التكامل. هيك بنعرف الريمان ريمان ستيلجز انتيجرال. الاشي المهم جدا انه اذا كان اخذنا الفا اوف اكس بتساوي اكس بتصير كل الاشياء اللي بنحكيها زي هذا، بصير الريمان انتيجرال العادي اللي بندرسه بالمدارس وندرسه بالكالكولس. دكتور تفضل، على اي اساس بنحدد الفا الاكس؟ لا احنا مش انت اللي بتحدد الفا الاكس، السؤال هو اللي بيحدد الفا الاكس. يعني انا بقول لك احسبي لي التكامل لما اعطيك اف الفا الاكس بيساوي اكس تربيع، يعني المفروض انه اي اقتران متزايد لالفا ممكن يعني بعطينا نفس النتيجه بالاخر. لا، كل ما غيرنا الألفا كل ما راح نتغير الجواب.
طب ما هيك تختلف المساحة يعني. هي مش مساحة، هي راح تبطلت مساحة على بالضبط. هي كل ما تغير الألفا راح يتغير الجواب. فبالتالي أنا لما بدي أسأل عن تكامل بسأل بعطيك إيش هي F وألفا وبقولك حسب التكامل إذا بنقدر نحسب التكامل. دكتور في حالة إنه تكون ستار ما بتساويش دبل ستار؟ طبعا. هلأ هي المثال هذا اللي إذا ما ساوتها بدها تصير مش انتجرابل، فبالتالي مش قابل للتكامل الفانكشن هذا. هلأ هذا هو المثال اللي راح نبدأ فيه محاضرتنا اليوم يعني. بما إذا إكزامبل let f الx بيساوي واحد إذا x كانت في q تقاطع صفر واحد، زيرو إذا x في q complement تقاطع زيرو بالواحد. هذا الفانكشن مر معنا من قبل، شو اسمه هذا الفانكشن؟ إله اسم دنس صح دكتور؟ هذا اللي هو الديريكلي فانكشن او الديريشلي فانكشن. شو اخذنا منه في تحليل واحد؟ اخذنا هذا كان ايش؟ غير متصل عندك ولا غير متصل ايه؟ غير متصل ولا يعني فيش محل بيكون متصل فيه ولا على هذا الفانكشن مش متصل ولا على نقطة في الريال نمبرز. تمام. احنا هلا بدنا ناخذ الفا الاكس اكس اللي هو يعني ايش احنا بنحكي عن؟ يعني بنحكي عن ريمان انتجرال العادي. بدنا نقول انه هذا الفانكشن اذا هو انتجرابل احسب هل هو انتجرابل ولا لا. نشوف كيف بدنا نحسب هذا التكامل. لازم نروح نحسب ايش let p be any partition. اذا p كانت اي partition معنى هذا الشيء إنه إيش ال U F P شو بتساوي؟ بتساوي summation من K بتساوي واحد ل N. تمام. يعني خلينا نقول شكل ال P هي عبارة عن X0 X1 و XN. هاي بتساوي M K في XK ناقص XK ناقص واحد. ليش هاي XK هلأ كتبتها مش ألفا؟ لأنها ألفا X بتساوي X، فهي يعني دلتا X أو دلتا ألفا هي نفس الشيء. M هون شو بتساوي بهذا الفانكشن؟ إحنا إذا تذكروا أن هذا الفانكشن ما نعرفش نرسمه لأنه هو موجود على الواحد على الراشنالز والراشنال، ما بنقدر نرسم هذا الفانكشن. بس اذا اخذنا اي فتره اي اكس كي واكس كي ماينس واحد، ايش السوبريمال الفانكشن في هذه المنطقه؟ هي الاف. الاف واحد اذا كنت في الكيو وزيرو اذا كنت في ال واحد رح يكون. ليش؟ لانه لأنه ثابت. لا مش ثابت. هلا احنا اخذنا اي فترة بدنا اياها موجودة هون، اكيد راح يكون فيها عنصر في كيو، اكيد راح يكون فيها راشنال نمبر صح؟ يعني شو ما كانت هذه الاكس كي شو ما كانت راح يكون فيها عنصر كيو موجود في كيو او يعني راشنال نمبر، وهذا الرقم صورته واحد والفانكشن أكثر إشي واحد مش راح يتجاوز واحد، معناته السوبريمم شو بيساوي؟ واحد.
لا مش واضحة. ما هو دكتور لأنه ثابت فبتكون كل صورهم واحد، أكيد حيكون السوبرمم واحد. ما هو مش ثابت الفانكشن، الفانكشن إما زيرو إما واحد. ماشي، ما هو على الفترة مثلا الكيو بكون واحد. قصدك على الست كيو، لأنها كيو مش فترة، الفترة يعني هي real numbers. هلا احنا عندنا بالشكل التالي. محمد صوتك ابدا مش واضح بالنسبه لي، مش عارف عندك المشكله بالمايكروفون ولا ايش. هلا احنا اخذنا هذا الفانكشن، هاي الفتره صفر واحد، قسمناها، قسمها التقسيم اللي انت بدك اياه، اي تقسيم ما عندناش اي مشكله. خذ اي بارتيشن احنا اخذنا، قلنا هذه اكس واحد، هاي x2 x3 لاخر، هي انا بس بدي اركز على x1 x2 هون. الفانكشن هاد، الفانكشن هاد قديش صوره ال قديش الماكس قديش السوبريمم له هون في هذه المنطقه بين x1 و x2. الفانكشن اللي عندي اياه اللي هو f x بتساوي 1 اذا x في q، طبعا في الزيرو والواحد بس احنا نركز، وزيرو اذا اكس مش في كيو. قديش السوبريمم لهذا الفانكشن في هذا المنطقه؟ واحد. ليش؟ لانه هون الفانكشن له صورتين، يا اما واحد يا اما صفر. في نقاط موجوده في كيو بتعطي جواب صفر، وفي نقاط موجوده في في موجوده في كيو بتعطي واحد، وفي موجوده كيو كومبلمنت بتعطي صفر. فهذا الفانكشن يا اما صفر يا اما واحد. هلا قد ما نصغر هاي قد ما نصغرها راح يضل في عندي جوا راشنال نمبر، والراشنال نمبر صورته واحد، فبالتالي السوبريمم لهذا الفانكشن في هذا الانترفال قديش؟ واحد، بغض النظر عن طول الانترفال، بغض النظر عن وين موجوده، من اليمين اليسار، صغيره كبيره، شو ما كان. فبتصير عندي الام كي هاي اللي بدي اياها هاي دائمه بتساوي واحد. يعني سواء اخذنا على هذه الفتره او على هذه الفتره كمان السوبريمم هون واحد. لو اخذنا هاي الفتره شو ما كانت البارتيشن فهذا بيساوي واحد. معنى هذا الكلام انه هذا بيساوي سميشن اكس كي ناقص اكس كي ناقص واحد، من كي بتساوي زيرو لعند الان، من كي بتساوي واحد عفوا. فهي بتصير بتساوي اكس واحد ناقص x0 زائد x2 ناقص x1 زائد آخر شيء اللي هي xn ناقص xn ناقص 1. لاحظ أن x1 حتقصر مع البعديها، x2 مع البعديها، كلهم حيختصروا، حتصفي آخر شيء أول واحدة وآخر واحدة. بس إحنا الفترة اللي عنا إياها هي 0 وال1، معناها x0 بتساوي 0 والxn بتساوي 1، فبالتالي هاي بتساوي صفر زائد واحد وتساوي واحد. هذا الكلام الأبر سام بيساوي واحد لأي بارتيشن، معناها التكامل من زيرو لواحد الأبر اللي هو من فوق هو عبارة عن السوبريمم لهدول، فبيساوي واحد، لأنه كل العناصر الموجودة في اليو بتساوي واحد، فالسوبريمم لإلهم واحد. هذا الأبر سم. طب بدنا نروح نحسب اللور سم. اللور سم شو بيساوي؟ اللور سم F B بتساوي summation small k M K في X K ناقص X K ناقص واحد، من K بتساوي زيرو لإنفينيت، لا من زيرو لإن. هلا M K هون السمول، السوبريمم قلنا واحد، الانفيمم زيرو، ما هو الفانكشن يا اما زيرو يا اما واحد، ودائما في الراشنال معناته في دائما صوره تعطي صفر، فالجواب هذا صفر، فدائما صفر، صفر السوبريمم لإلهم، الانفيمم لإلهم هو صفر، فبالتالي اللور سام صفر لواحد من الاسفل بيساوي دي الفا بتساوي صفر. لاحظ الأبر كان واحد، اللور صفر، معناها F is not integrable.
تمام. هاي هذا الفانكشن هو مش انتجرابل. ليه؟ لانه لور سام ما كان بيساوي الابر سام. وهذا واحد من اهم الامثله اللي نعرفه اللي بنقدر نثبت انه هذا الفانكشن از نوت انتجرابل. ايش كي بتسوي واحد؟ اي كي؟ عندي summation قصدها من كي تساوي زيرو انت حاطط هي لازم كي تساوي واحد. صح، هذه كي بتساوي واحد. الاندكس عندنا بدأ من الواحد، لأنه إحنا نكتب هون xk و xk ناقص واحد. ممكن واحد يكتب هون xk بلس واحد و xk بدأ من السهر، بس بتفرقش يعني هيك خلص لنا على ستايل واحد وما بدنا نغيرها. دكتور تفضل. ال x0 وال xn اللي هم بداية الفترة والنهاية، يعني ال x0 هي زيرو دائما. أي بارتيشن إحنا بنحكي عنها لازم تحقق هذا الشيء اللي حكينا عنه هون، لازم تكون الـ X0 هي عبارة عن الـ A والـ XN هي الـ B. تمام. فبالتالي هاي هذا الـ function is not integrable. طيب، احنا دائما قلنا بالرياضيات definition الأصلي يعني صعب انه الواحد ممكن انه يقدر يطبق عليها، فبالتالي علماء الرياضيات بيحاولوا يوجدوا صيغ تانية لأننا نتعامل معها، نعمل تشيك، نحسب. هذا بكل أنواع الرياضيات، يعني إذا للconversions مثلاً تعريف صعب، فبالتالي رحنا جبنا tests تانية لنعرف إن هذا الفونكشن هل sequence conversions convergent ولا لا. وبالتالي هون كمان نفس الشيء بالنسبة لتعريف التكامل صعب، فبدنا نحاول نلاقي طرق أخرى ممكن أنها تسهل علينا عملية حساب التكامل أو إثبات النظريات المتعلقة بالتكامل. أوكي، فلنبني هذا الشيء بيلزمنا ما يلي. في إشي اللي بنسميه ريمانز كونديشن، يعني كونديشن عمل ريمان عمل كونديشن يعرف إن التكامل إن هذا فانكشن انتجرابل ولا لا. بس عشان نقدر نوصل لهاي الكريتيريا نحتاج لشوية ترمونولوجيا. الترمونولوجيا هي بالشكل التالي. نبدأ بالتعريف التالي. إذا كانت F B subset من S B two partitions، two partitions of AB. يعني إذا كان في عندي two partitions وواحدة محتوى من الثانية، فبقول إنها S أحسن. يعني بتتذكروا بالكالكولاس لما كنا نأخذ عدد الفترات الجزئية أكثر كنا الإيرور يصير أقل. فهون S بتعمل تحسين للأبروكسيميشن، فبدنا نسميها refinement. إنه S is a refinement of B، يعني هي تحسين الأكبر هي التحسين، يعني S. We say that S is a refinement of P. لأنك أنت إذا أخذت المساحة على B ف يعني وروح ضفت أشياء تانية، فبالتالي هذا الإشي اللي رح نثبته إنه رح تعطي تقدير أحسن. هذا الشيء اللي بتحكيه هاي النظرية، إنه إذا كانت if S is a refinement of P then واحد الأبر سام F وال P برأيكم مين أكبر من الثاني راح يكون؟ الخاص بالS و
ولا الخاص بالبي؟ مين احط الاشاره هيك؟ اس اكبر اقل. الاس اكبر لان البي محتوى بالاس، ف ممكن تكون الاس اصغر راح تكون لانها اقرب للجواب الصح. لا احنا بناخذ ابر. احنا صح، هي صح تكون أكبر بما أنها أبر. إس أكبر بما أنها الأبر، راح تكون أقرب للجواب الصح. يعني الجواب الصح مين هو؟ السوبريموم. إحنا نأخذ السوبريموم راح تكون أكبر. إس إس أكبر. حتكون إشارة أقل أو تساوي من اليسار لليمين. لا بدي احكي لي مين اكبر، يعني البي ولا الاس هي الاكبر؟ يعني عشان اقول لكم هيك عشان جابوا يعني نتفق مع بعض على هذا، يعني هي واحد ولا اثنين الصح هيك؟ هاي البي وهاي الاس. واحد الصح. ليش؟ عشان البي محتواها في اس. طب حتى ولو محتواها في اس، يعني ما لا ما حسب، مش حسب الإلكترون، هي واحدة صح يعني، يا واحد يا اثنين. برأيكم مين هي لازم تكون الصح، واحد أو اثنين؟ معظم الجواب الأجوبة كانت واحد. الجواب هو اثنين راح تكون. وهلأ بقناكم فيها لأن نثبتها أصلا، يعني لأن نثبتها هي بهذا الشكل. اثنين اللور سام. شو رأيكم باللور سام؟ اللور F و S راح تكون أكبر من اللور ل F و B. تمام، نفس المبدأ، يعني واحدة فيهم نفس المبدأ مع الثاني بس بالعكس، يعني واحدة بتعمل مع العكس. هلا بس عشان تذكروا ايش هو اليو. اليو احنا هناخد السوبريموم. دكتور لصنف، مش المفروض العكس لانها الاس هي تنتمي لبي، المفروض هي الابر تبعها تكون اكبر واللور تبعها تكون اقل، صح؟ لا ليش؟ احنا مش معنى اس انها محتوى يعني هذا المقدار اكبر من هذا المقدار، قصدي انه اس تكون اقل من بي، صح؟ اس اقل من بي بالضبط. الابر تبعتها بس انت حطت اكبر. الاس اقل من البي في الابر، في هاي يعني في رقم واحد الابر، اذا بناخذ الابر مع الاس راح يكون أقل من الأبر مع البي. خلص. إذا نأخذ اللور مع الأس راح يكون أكبر من اللور مع البي. لأن السوبريمم أقل أبر باوند. لأنه في البي راح نأخذ السوبريمم على فترة واحدة. في الأس راح نأخذ السوبريمم على الأول والسوبريمم على الثاني. فبالتالي. دكتور. لو جربنا تخيلناها زي الكالكولوس، تمام، ريما تطلع انه هذا الحكي صح، لانه لما احنا مثلا الالفا كانت عندي increasing، وانا لما بدي اجي احسب لفتره كامله بكون الاشي زايد المساحه نفسها، اما لما بدي اقسمها بصير تقل، فصح انه بي اكبر من اس، صح؟ الابر في الابر بالابر صح
طيب هلا بنقنعكم فيها يعني هلا بنثبتها اثبات يعني بشكل هاي ممكن انا سالتكم ايش تتوقعوا بس عشان تفكروا فيها انه مين بتتوقع يكون الشيء. طيب نشوف شو اللي حال. اعتبر انه يعني let be اللي هي عبارة عن ال x0 x1 لعند xn وقلنا s هي refinement ل b يعني s تكون ايش بتحتوي كل هدول وراح تحتوي معاهم اشياء تانية للمرحلة الاولى بس اثبت يعني انه اذا كان فيها عنصر زيادة راح يصير عندي هاي يعني ذات suppose s has one more point than b يعني بس افترض احنا مفترضين انها اس فيها عناصر اكثر من البي يعني هي بتحتوي البي واكثر منها افترض انها بتحتوي عنصر واحد فقط زياده يعني بي اس عفوا بتساوي بي اتحاد سماها الكتاب اكسستور تمام الاكسستار هي عناصر صح عنصر يعني هو عنصر بس مش من عناصر البي يعني مش احنا الاس تحوي البي لا المرحلة الاولى من الاثبات بس بدي اقول انها بتحتوي عنصر واحد زيادة بس فبالتالي الاكسستار موجود واحد من بين واحدة منهم والاكسستار يعني بدناش اياه يكون موجود بالبي لا مش اكس ان زائد واحد هم راح يصير عددهم ان زائد واحد بس هي راح تجي بالوسط هون راح تجي يعني مش راح تجي بعد الاكس ان لان اكس ان هذه بتساوي البي هذه اخر واحده مش راح تجي بعدها بس بالضبط عناصرهم كلهم راح يصيروا ان زائد واحد يعني هذا الشيء افترض انه عندي اكس ستار هذا بيجي بالفترة هاي سبوز إنه إكس ستار بيجي بالإكس جي والإكس جي ناقص واحد يعني هو بيجي واحدة من إكس جي ناقص واحد وإكس جي يعني عندي هاي البي بهذا الشكل هاي الإكس زيرو اللي هي الأي هاي الإكس واحد إكس إن جيت في عندي x1 x2 وفي xj ماينس 1 والxj هاي الاكس ستار هون هاي الاكس ستار احنا بنعرف انه الام كي راح تكون ايش الام كي هي عباره عن السوبريمم للفانكشن ام جي ام جي هي عباره عن السوبريمم في هذه الفتره تمام. انا بدي اعرف السوبريمم على كل الفتره باسم ام جي بس في سوبريمم على الفتره الجزئيه الاولى وسوبريمم على الفتره الجزئيه الثانيه لانه هاي نفسها راح تتقسم لقسمين يعني هذه كانت في البيت تقسم لقسم واحد هلا بدها تصير لقسمين ام بدنا نكتب ام ستار بهذا الشكل هي ام جي اللي هي بتساوي السوبريمم بتساوي سوبريمم اكس ستار مش موجوده في بي بدناش اياها تكون موجوده في بي هي لا عناصر البي هم الاكس 0 الاكس 1 الاكس 2 الاكس جي ناقص 1 الاكس جي والاكس ان هذول هم عناصر البي أخذت الإكس ستار واحد مش من عناصر الجي فصارت عندي تقسيمتين هلأ هذه كانت بي كانت تقسمها قسم واحد الفترة هاي هلأ ده تصير هي عبارة عن قسمين مختلفين ف
هلا ام جي هي عباره عن ام جي ستار هي عباره عن السوبريمم لاف اوف اكس، واكس وين موجوده؟ بين اكس اكس جي ناقص واحد واكس ستار، وام جي دبل ستار هي عبارة عن السوبريم، يعني هذا السوبريمم على هاي الفترة، وهذا الثاني ام جي دبل ستار السوبريمم على الفترة الثانية، فهو السوبريمم على اف اوف اكس اكس جي ناقص و اكس ستار اقل او تساوي اكس اقل او تساوي اكس جي بهذا الشكل. عندي ام جي، ام جي هي عباره عن السوبريمم على هاي الانترفال سب انترفال او الكومبوننت انترفال، قسمتها لقسمين حرفت ام جي ستار وام جي دبل ستار، فام جي ستار بهذا المكان السوبريمم بس على الجزء الاول، والام جي دبل ستار هي عباره عن السوبريمم على الجزء الثاني. تمام. اكيد اكيد ام جي ستار اكيد اقل او تساوي ام جي. ليش؟ لانه ام جي ستار هي عباره عن سوبريمم في هذه المنطقه، بس الام جي هي السوبريمم في المنطقه الكليه، فاكيد مش راح تتجاوزها. سو اند ام جي كمان دبل ستار هاي راح تكون اكيد اقل او تساوي ام جي. ليه؟ لانه ام جي السوبريمم على الكل، هذا الجزء السوبريمم على جزء منه. اوكي، هلا بدنا نثبت انه اليو لا على الاس اقل من البي او البي اكبر من الاس، يعني هذه او هي ما هي نفس الشيء. سو الابر سم للفانكشن اف with respect to the partition p، بالنسبة للبارتيشن بي، احنا البارتيشن بي ايش هي؟ x0 x1 x2 xj ناقص 1 xj xn، x ستار مش موجودة فيها، فبالتالي هذا بيساوي summation من j من k بتساوي 1 لعند ال n ل m capital j في دلتا الفا k تساوي summation، يعني هاي بتساوي M1 في دلتا ألفا 1 زائد M2 في دلتا ألفا 2 زائد لعند ال MJ دلتا ألفا J زائد آخر شيء MN دلتا ألفا N. أنا بس بدي أخذ هاي، هاي اللي راح تفرق معنا، كل الأشياء الثانية راح يكون نفس الجواب، بس هاي اللي راح تختلف. وهاي بتساوي لحد اللحظة تساوي M1 دلتا ألفا واحد، بدي أبعد بس سطر، خلينا نشوف هيك لأنه بدي أكتب أشياء تكون واضحة. M1 دلتا ألفا واحد زائد هلأ الMJ، الMJ هي عبارة عن MJ في دلتا ألفا، كانت دلتا ألفا جي كانت عبارة عن هون دلتا ألفا جي هي عبارة عن ألفا of x جي ناقص ألفا of x جي ناقص واحد، واللي هي بتساوي ألفا of x جي ناقص ألفا of x ستار زائد ألفا of x ستار ماينس ألفا of
اكس جي ناقص واحد، يعني ضفت وطرحت الاكس ستور، فبالتالي هاي بتساوي الفا اوف اكس جي ناقص الفا اوف اكس ستار زائد ام جي الفا اوف اكس ستار ناقص الفا اوف اكس جي ناقص واحد زائد الباقي كله مثل ما هو، فش فيه فرق، يعني مش راح يفرق نهائيا، الفرق فقط هون. هذه كانت عبارة عن قطعة واحدة قسمناها لقطعتين، بس هاي زي ما اتفقنا ام واحد تلتا الفا واحد زائد ام جي قلنا اكبر من ام جي ستار بالفا اوف اكس جي ناقص الفا اوف اكس ستار زائد هذه مش هذه اكبر هذا السوبرم على الكل اكبر، وهاي كمان اكبر من ام جي دبل ستار في الفا اوف اكس ستار ناقص الفا اوف جي ناقص واحد اكس جي ناقص واحد. يمكن بس قلبت الترتيب لانه من ستار للجي سميناها دبل ستار، ومن الجي ناقص واحد للستار سميناها ستار، زائد الباقي مثل ما هو لحد الفا لحد ام ان الفا ان دلتا الفا ان. هلا هاي شو بيساوي؟ هذا عباره عن اليو بالنسبه للفانكشن اف والبارتيشن اس، لانه هلا هذا اخذنا ايش الفا واحد الفا اثنين ستار ستار عند الفا ان، فبالتالي هذه احنا اللي استخدمناها هي البارتيشن اس. وبالتالي شوف اول عنصر واخر عنصر، بتلاحظ انه الابر باوند للبي كان اكبر او يساوي الابر باوند ل f with respect to the partition s. هلا اذا كانت هذا طبعا اذا كان فيها عنصر واحد زياده، اذا كان فيها اكثر من عنصر فبالتالي كل عنصر بضيف اكبر او يساوي اكبر او يساوي اكبر او يساوي، فبالتالي بتكون صحيحه لهذا f s. contains نقول مثلا m more points than k. we repeat the same process m times، وبالتالي هتحصل على نفس الشيء. اذا دائما ال L U ل F B اكبر تساوي ال upper ل F و S، وهو المطلوب. الثانية بالعكس نفس الشيء راح تكون similarly بتثبت L F B اقل او يساوي L و F و S. تقدر تثبت هذا الشيء بس هون، وهيك بنكون خلصنا الإثبات. هلا أنا انتبهت ليش أنتوا كلكم كان جوابكم منطقي الأول، إنكم جاوبتوا إنه عكس هذا الشيء، لأنه أنا غلطت هون غلطة بالأصل. إحنا هون أنا إحنا هون في الأبرز العناصر الأكبر من الحجم الحقيقي لازم نأخذ لهم الإنفيما مش السوبريما. هون بالتعريف هاي المفروض السوبريما، يعني إحنا بدنا نعمل أبروكسيميشن للتكامل، أخذنا كل اللي فوق، اللي فوق لازم أخذ الإنفيما فيهم، فبالتالي هاي الإنفيما لليو وهاي عبارة عن السوبريما. فكان تفكيركم منطقي 100% منطقي، انه كل ما اخذ عناصر اكثر لليو لازم هذا العدد ينقص، يعني الاس فيها عناصر اكثر من البي، فبالتالي هذا راح يقرب للحقيقه اكثر. الحقيقه هي في الانفيما، فبالتالي انا بعتذر بس هذا عن هذا الخلل هذا الخطا.
تمام، ما بينش معنا في الاكزامبلز انه كانت اليو والها اللي استخدمناها كونستانت، فمش مش راح تفرق اخذنا السوبريم ولا الانفيم، بس لو انا كان فانكشن تفرق السوبر مع الانفيم لو ما كانوا مختلفات كان انتبهت على الخطا من قبل. بسيطه دكتور عادي. اوكي عادي. بس المهم انه هلا صارت منطقيه اكثر، يعني كان اللي كنتوا بتفكروا فيه صح 100%. هلا احنا ماخذين الأبر بالنسبة للبي، هناخد الانفيمم. إحنا بما إنه هناخد الانفيمم معناته إذا بتعطيني كمان، إذا بتحسن البارتيشن تبعتك راح تصير تصغر. هيها البارتيشن الأفضل هي البي، يعني هاي البارتيشن الأفضل هي الاس، يعني عملت تجزئة أكثر، فعشان هيك تقللت من اليو. كل ما أخذت تحسين، كل ما أخذت أكثر تحسين أكثر تحسين، إيش ممكن توصل لآخر شيء؟ الانفيمم. مش بضرورة توصل تماما، مش لا مش بضرورة تلاقي بارتيشن تعطيك الانفيمم، بس على الأقل الانفيمم قطعا موجود. تمام. دكتور تفضل. بس بالأبر صم ليش أخذنا ام جي ودلتا الفا جي؟ هلا ركز معي، عندي هاي اللي هي البارتيشن بهذا الشكل، عندي هذا الفانكشن، سمي هاي اكس اي وهاي بي، في عندي بارتيشن بي. البارتيشن بي هاي بدنا نلونها باللون الاخضر، بتقول انه x0 هايها x1 x2، بديش استخدم j، بدي خلينا نستخدم بس 3 4 لا نفكر بهاي الاشياء. هاي x5، هاي هذه p عملت x0 x1 لعند x5. كيف بنحسب الابر اليو F و B؟ كيف بنحسبه؟ هاد نجي على هذه الفترة بناخد الـ M1، تمام؟ نجي على هاي الفترة بناخد الـ M2. الـ M2 هو عبارة عن الفانكشن، أنا بديش أرسمه لأنه ممكن الفانكشن ما يكون برتسم، بس المهم أنه بدي أرسم بس الـ M2 اللي هي الـ M capital هاي، وهي الـ M3، وهي الـ M4، وهي الـ M5. هاي الام 3. طيب كيف بنحسب احنا اليو؟ بناخذ الام 1 ب الفا اوف اكس 1 ناقص الفا اوف اكس 0. بعدها M2 ب ألفا X2 ناقص ألفا of X1 زائد M3 ب ألفا of X3 ناقص ألفا X2. تمام. بعدها ظهر كل الكتاب عندكم ولا؟ مش عارف ليش هاي صار فيها مشكلة. اوكي زائد M4 في دلتا ألفا 4 بلس M5 دلتا ألفا 5. بديش أكتبهم إيش هم هدول، خلاص يعني الباقي.
اوكي ماشي. هلا رحنا جبنا واحده هذه البارتيشن، رحنا ضفنا جبنا بارتيشن نفس البي بس بتزيد عنها عنصر واحد، سمينا هذه البارتيشن الجديده ب اس. هاي اس بتساوي اكس زيرو اكس واحد اكس تنين و اكس ستار نفس الموجودين هون بس اللي ضفناها عليها اكس ستار و اكس اربعة و اكس خمسة. تمام. هلا لو رحنا حسبنا يو اف و اس تساوي، احنا بنقول هذا الاس هذا الرقم اللي تحت راح لازم يكون اصغر من الرقم اللي فوق. طيب شو الرقم اللي تحت؟ هي هالبارتيشن اللي عندك اياها، بتاخذ اول الفرق بين اول عنصرين ب m1 الفا اوف x1 ناقص الفا اوف x0. هذا وهذا نفس الشيء، في فرق بينهم؟ فيش فرق. بعديها m2 الفا اوف x2 ناقص الفا اوف x1، هذا وكمان هذا ونفس الشيء، زائد هلا هذا فيها راح الخلاف يكون هاي M4 راح تكون نفسها و M5 راح تكون نفسها، بس هاي الفرق بينهم. متفق معي هون؟ طيب هاي كانت تقسم من 2 ل 3 جزء واحد. انا بدي اقسم الاس هون، هاي الاس بدها تضيف عندي هون الاكس ستور، عشان هاي البارتيشن بدها تكون عبارة عن M، انا بدي اسميها ستور ثلاث بألفا of x star ناقص ألفا of x تنين زائد هاي يعني اللي هي الستار السوبريمم هون زائد m ثلاث دبل ستار في ألفا of x أربعة ناقص ألفا of x ستار. هلا احنا بس ركز على هذه المنطقة، M3 هي عبارة عن السوبريمم بين X2 ل X3، M3 ستار هي عبارة عن السوبريمم فقط في هذه المنطقة، وهي السوبريمم في هذه المنطقة، هي واحدة راح تكون متساوية فوق أكيد يعني، فأكيد M3 أكبر من M ستار 3 وأكبر من M دبل ستار 3 ولا لا؟ مظبوط، لأنه M3 هي السوبريمم على كل المنطقة، M3 ستار هي السوبريمم على هذا الجزء و M دبل ستار هي السوبريمم على هذا، السوبريمم على الكل. يعني لما يكون في عندي قاعتين وأقول أنه أعلى علامة في القاعتين أكيد أعلى من علامة القاعة الأولى وأعلى من علامة القاعة الثانية، فبالتالي الام 3 هذه اكبر من هاي واكبر من هاي، يعني هذا الجزء اكبر من هذا الجزء كليا، وبالتالي كل الاجزاء الثانيه متساويه، معناته اليو مع البي اكبر مع من مع الاس، لانه هاي أكبر هاي أقل من M3 وهي أقل من M3، اجمعهم مع بعض لما تكون M3 وM3 الـ X star بتروح فبتصفي بترجع نفس هاي تماما، وبالتالي هذا هو الإثبات. بس طبعا هناك على جي بشكل عام مش على مش على 3 و 4 وضحت؟ هون وضح. تمام. إذا نتيجة لهي النظرية بتقول بالشكل التالي، إنه theorem وهي corollary بتقول إنه إذا كانت
بي و اس ار اني بارتيشنز اوف اي بي then the lower دائما بيكون هو عبارة عن أقل من الأبر لأي بارتيشن بدك إياه. معناته لو رحت أخذت أي بارتيشن حسبت لها اللور سام ورحت بارتيشن تاني أخذت الأبر سام، دائما وأبدا دائما وأبدا الأبر سام أكبر من اللور سام لو اختلفت البارتيشنز، ولو كانت البارتيشنز ما إنهم علاقة مع بعض. الإثبات لإلها بسيط. لبروف لات تي بتساوي بي اتحاد اس، يعني تي is refinement لبي ولا اس، صح؟ معناها لو سألنا ال يو للاف والتي، مش هاد مش تي ريفاينمنت لا اس ولا بي، معناته هي اقل او تساوي ال اقل او تساوي اليو للاف واس. لاحظ هون تنتين ابر سام اف نفسه، بس تي هي ريفاينمنت لاس، وقبل شوي اثبتنا انه اذا بنعمل ريفاينمنت الابر باوند بصير اقل. بنفس الوقت المره الماضيه احنا قلنا انه الابر لنفس البارتيشن اكيد الابر اكبر من اللور. ليش؟ لانه هذا بياخذ السوبريمم على الفترات، هذا بياخذ الانفيمم على الفترات، فانتو هذا اكيد اكبر من هاي. هاي انتبه، هذه يو وهذه ال لنفس تي ولنفس الاف، هاي مع هاي ليش صحيحه؟ هاي باستخدام هاي النظريه. وبنفس الوقت تي هي ريفاينمنت لبي، معناته اللور حيكون اكبر من ال اف بي، وبالتالي هي وصلنا للنتيجه اللي احنا بدنا اياها. هذا هو. دكتور تفضل. مثل بي اتحاد اس بيعطينا اس؟ لا، هون احنا اس مش ريفاينمنت لبي، هون بي و اس اني بارتيشنز بغض النظر شو مكانه، مش بالضروره واحده منهم تكون ريفاينمنت للثانيه. تمام. تمام. وبالتالي هاي النظرية ايش بتقول؟ انه احنا اذا اخذنا السوبريمم لكل هدول اقل من الانفيمم لكل هدول، اذا كل واحدة من هدول لأي بارتيشن اذا اخذنا لها السوبريمم فهتكون اقل من اي بارتيشن، فاي بارتيشن رح تكون، فالانفيمم لهاي رح يكون اكبر من هذا الشيء. فالكورولاري الثانية اللي بتحكي بالشكل التالي كورولاري، انه وحكيناها ببداية المحاضرة هاي، إنه هاي دي ألفا دائماً أقل أو تساوي تكامل A إلى B لF دي ألفا. ليه؟ لأنه هذا بياخد الأبر وهاي اللور، وهاي النظرية قالت لنا إنه هدول دائماً وأبداً دائماً وأبداً أكبر من اللور سامس، وبالتالي هاي نتيجة واضحة وسريعة وثبتها واضح. هلا كل هذا الشيء اللي عملناه، كل الكونستراكشن عشان نعمل هاي النظرية اللي اسمها ريمانز كونديشن، بنصيغها هلا كثيرا. Riemann's condition بيقول بالشكل التالي، يعني هذه كريتيريا حتى نعرف انه هذا الفانكشن انتجرابل ولا لا with respect to some alpha.
الكونديشنز هي نفسها F معرف من الفترة AB ل R bounded alpha increasing then نتيجة F موجود Riemann integrable Riemann stages integrable على الفترة AB with respect to the alpha if and only F لكل epsilon. لاحظ انه كيف الاناليسيس كل شيء نكتوب بلغه الابسلون الكونتينيوتي لكل ابسلون ذير اكزيست دلتا للكونفرجنس لكل ابسلون ذير اكزيست كي ساتش ذات هون لكل ابسلون بتقدر تلاقي بارتيشن ذير اكزيست ا بارتيشن بي ساتش ذات partition B للفترة AB such that الشرط هو انهم يكون ال upper FB ناقص ال lower FB اقل من epsilon. هذا دائما اكيد اكيد اكبر او يساوي صفر حسب النظرية اللي حكيناها. بس لاحظ ليش شو يعني السنس لهذا الكونديشن. احنا قلنا انه اذا اخذنا الانفيمم لهدول والسوبريمم لهدول لازم يكونوا متساويات. معنى هذا الشيء انه عشان يكون السوبريمم بيساوي الانفيمم معناته انه لازم نقدر نلاقي دائما بارتيشن تعمل لي الفرق بينهم اقل ما يمكن. مش احنا بدنا السوبريمم هون يساوي الانفيمم هون، فلازم بارتيشن تخلي لي هذا قريب جدا على هذا. ممكن ما يكونوش متساويين، يمكن ما نقدر نلاقي بارتيشن يكونوا متساويين، مش بالضرورة يكونوا متساويين، بس نقدر نخليهم قريبين على بعض قد ما بنقدر. إذا بنقدر نخليهم قريبين يعني الفرق بينهم أقل من أي إبسلون إحنا بدنا إياه، فبالتالي بيكون هذا الفنكشن انتجرابل وإف أند أونلي إف، يعني هذا necessary and sufficient condition حتى نقول إن هذا الفنكشن إز ريمان integrable او موجود بالسات of integrable function with respect to this alpha.